السلام عليكم أعزائي المتابعين. لقد تغير اسم القناة من حقائق إلى حقائق وأسرار، وشكرا لكل من يدعم القناة سواء بنشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعجاب أو وضع تعليق يحفزنا، وإن شاء الله سنقدم كل ما هو جديد ومفيد لكم. كثير منا يقضي ساعات طويلة وسماعات الأذن لا تفارقه، ولكن هذه من الممارسات الخاطئة والخطيرة، فتتسبب سماعات الأذن بالكثير من المشاكل الصحية والعملية والاجتماعية. أشياء خطيرة يجب أن تعرفها عن سماعات الأذن. تنقل العدوى. من الجيد مشاركة الاستماع مع الآخرين، لكن ذلك قد يسبب نقل بكتيريا الأذن من شخص لآخر، ما يؤدي للإصابة بالعدوى، لذا فيجب عدم مشاركة استعمالها مع أحد، مع الحرص على تطهيرها باستمرار. بكتيريا إسفنجات السماعة. وبعيداً عن العدوى الناتجة عن مشاركة السماعة، فهناك خطر من عدم تغيير إسفنجات السماعة، والتي يجب استبدالها كل شهرين مع تعقيمها. خطر الصوت العالي. فقد يسبب الصوت العالي الصادر عن سماعاتك فقدان السمع نتيجة الضوضاء لك وللمحيطين بك، لذا فاحرص على السماع بصوت معتدل، وينصح بأخذ راحة مدتها 5 دقائق بعد كل ساعة من استخدام السماعة. خطر السماعات المخفية على طبلة الأذن. فيجب الحذر من السماعات التي تذهب مباشرة إلى قناة الأذن فتؤذي الطبلة وتسبب ضعف وفقدان السمع. السماعات العازلة للصوت. تعد هذه السماعات هي الأفضل، حيث تقدم تجربة استماع جيدة ومعزولة عن العالم المحيط، لكن إن كنت تسمع عبر السماعات الأخرى فهي خطرة وغير آمنة على أذنك. الموسيقى العالية تؤدي إلى الدوار. الاستماع إلى الصوت العالي عبر السماعات قد يصيبك بالدوار، وذلك بسبب شدة الضغط الحاصل على الأذن، لذلك فيجب عليك الحرص على ألا ترفع نسبة الصوت كثيراً عند استخدام سماعات الأذن. عدم القدرة على التركيز في العمل أو الدراسة. فقد أثبتت الدراسة أن الأشخاص الذين يستمعون عبر السماعات خلال العمل أو الدراسة يكونون أقل تركيزاً، لأن ذلك يسبب التشتت بين كلمات الموسيقى والعمل. استخدام السماعة أثناء التجول. استخدام السماعات أثناء التجول في الشارع والأماكن العامة أمر خطير جداً، وقد تحدث حوادث خطرة بسبب هذه الطريقة، لأنها تبعدك عن العالم المحيط. وأخيراً، هذه هي الطريقة الصحيحة لارتداء سماعات الأذن، فإذا لم تكن ترتديها بهذا الشكل الموضح أمامك بالصور، فأنت على خطأ. إذا أعجبك الفيديو، لا تنسى الإعجاب به، وللمزيد، اشترك في قناة حقائق وأسرار. يمكنك أيضا مشاهدة